حظوظه او اماله، وان كان املا قليل وبصيص. الا في دقيقتين من بدايه هذا اللقاء، لا السانع الى عبد الله بريتش الان متحرك في جهه اليمين، بيلعبها تصل الى عبد الهادي خميس، خميس بيلعبها طويله وارضيه عرضيه ممكن تشكل خطوره، كره بتوصل تسديد، الله برافو 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 حقيقه حارس المرمى بيشيلها بيشيلها، الكره الاخيره الكره الاخيره وتسديده ايضا خطره لمصلحه نادي الكويت الذي يضغط الان، ومحاوله تصل الى الكندري، الكندري وتسديده، كره بتصل الى روجيريو حاول فيها ولكن تغطيه موجوده وفيها خطا على روجيريو لمصلحه سعود السويد في اللقطه الماضيه. خطر في البدايه، خطر وكاد ان يسجل نادي الكويت بالكره العرضيه من جانب ايضا التسديده الذي تهيئت، وهذه عاده للكره الماضيه، شوف التوغل في هذه الكره عمل الكره العرضيه وهنا التسديده، لكن برافو حارس المرمى بيشيلها، والتسديده كانت ايضا من علي الكندري ولكن الاختراق كان من جانب ايضا سامي الصانع الذي عمل ايضا الكرات العرضيه، وبالتالي الاظهره الان بدات يعني تعمل خطوره، وهنا التسديده تاتي من جانب ايضا حسين حاكم وحاول يسيطر عليها روجيريو لكن رقابه موجوده. الكندري يلعب على طول الى الكابتن جراح العتيجي بيلعب له كره طويله الى عبد الهادي خميس بيستلم كره وتسديده، لكن كره سلبيت حارس المرمى تصل لصالح نادي الشباب، الكره الماضيه بكره لعبت الى البناي عبد الرحمن، بناي بيلعب له كره في الامام ويعقوب الطاهر وكره مقطوعه الان ومحاوله رودريجو للاختراق والتسديده ولكن ضاعت ضاعت ضاعت، مباراة تبدو مفتوحة من الطرفين في دقائق الأولى، ومحاولة أيضا هنا كانت لمصلحة الشباب للشباب وتهيأت على طول وتسديدة، لكن أيضا الكرة مرت إلى خارج الملعب، شوف محاولة أيضا البرازيلي رودريجو في هذه الطريقة تسديدة شباب، خالد بيلعبها جهة اليسار، خالد إلى البناي، البناي لعب له كرة عالية عرضية وخروج حارس المرمى مصعب كندري على مرحلتين يحاول فيها سويد، مرمى فاضي يحاول اشكناني يلعبها تصل إلى رودريجو تسديدة، كرة تصطدم لا زالت خطرة لمصلحة الشباب، شباب مع سعود سويد يلعب له كرة في اللعب ولكن أيضا لا سانة فوت فرصة الشباب في كرة كانت المرمى فيها فاضي بخروج حارس المرمى مصعب كندري لكن مرتدة سريعة الآن تصل نادي الكويت وهذه خطرة وخروج حارس المرمى برافو في اللعبة الماضية ضاعت كرة أيضا على التقدم بالهدف، وشوف اللعبة خلف المدافعين سريعة وانطلاقة سريعة للكندري ولكن برافو حارس المرمى خروج موفق للبطل، وهذه شخصية الفريق الذي يحافظ على البطولة وكرة ملعوبة سعود سويد تسديدة حلوة، اللعبة حلوة وأيضا الفرصة حلوة والتسديدة الأولمبي السابق أيضا ولاعب أيضا لنادي العربي ولديه حس التهديفي ولكن ربما غاب لاعب جيد كظهير أيمن، وكرة ملعوبة الآن في الامام الى رودريجو تسديده رودريجو، الله فاجئ فيها مصعب كندري لكن كورته في الغائم رودريجو باليسار رودريجو بعمل هذه الكره بهذه الطريقه بهذه التسديده في هذا المكان الذي كاد ان ياتي منها هدف التقدم للشباب، فاجئ في حارس المرمى مصعب الكندري اللي تارك الزاويه حقيقه ما كان متوقع انه هو عبد الهادي الخميس لاعب نادي الكويت وهو مهاجم نادي الكويت، كره ملعوبه الان ثنائيه تصبح ماركوس بيلعبها الى رودريجو، العرضيه من رودريجو بتسديده لكن كره الى خارج الملعب، ما عمل عرضيه سدد على المرمى هو رودريجو في اللقطه الماضيه صاحب القدم اليساريه القويه الحديديه، شوف اللعبه خلف المدافعين وبالتالي حاول ان كانت النيه هي يعتقد ان رودريجو هو اللي يسدد كره ثابته ولكن حارس المرمى بيشيلها على طول، مصعب كندري قويه بيسدد كرات قويه هو اللاعب البرازيلي رودريجو وبالتالي حولها على طول الى ركنيه مصعب الكندري حارس مرمى نادي الكويت، هذه عاده للكره الثابته طوليه اماميه وليست ارضيه الكره الماضيه، روجيريو الى بريتشي بيلعبها كره في الامام الى عبد الهادي خميس وسرعه خميس عبد الهادي بمر عبد الهادي لكن برافو حارس المرمى بطاقه على رودي وفيها ركلة جزاء لنادي الكويت، 45 كان الوقت خلاص انتهى والكرة شوف الطولية في الأمام وسرعة عبد الهادي خلت أيضا رودي يخرج ماسكة من مكان يعني شوف ماسكة من الكتف واضح
من جانب ايضا اللاعب رودي، وبالتالي ركله جزاء لنادي الكويت. بابا وجول، يسدد هو حسين بابا، وبالتالي يسجل هدف نادي الكويت الاول في هذه المباراه من ركله جزاء احتسبت في دقيقه 45 بعد اعاقه ايضا عبد الهادي خميس الذي حاول انه ينفرد بحارس المرمى، وبالتالي تمت اعاقته من قبل ايضا رودي، وبذلك تنتهي احداث شوط المباراه الاول بركله جزاء ناجحه نفذها هو الدولي البحريني حسين بابا، وبذلك ينهي الشوط الاول نادي الكويت متقدما على الشباب بهدف ليلا شي روبرتي المدافع البرازيلي مدافع نادي الشباب. إذن في واحدة في القائم، واحدة أيضا أبعدها مصعب الكندري بصعوبة، وكرة ملعوبة الآن سامي الصانع ناحية اليمين، سامي الصانع العرضية مرت وحاول فيها الآن في جهة اليسار الآن لمصلحة نادي الكويت، وكرة لعبد الهادي خميس يلعب له كرة إلى عبد الله بريتشي تسديده باليسار، استقبال باليمين وتسديد باليسار من عبد الله بريتشي، ولكن كرة تذهب إلى خارج الملعب، ركلة مرمى خط. أيضا المرتدات اللي بيعملها نادي الكويت ممكن تكون مزعجة وقد يدفع ثمنها هو الشباب، هذا الاندفاع بهدف بكرة مرتدة طولية خلف المدافعين، لأن اندفاع واضح من لدى لاعب الشباب نحو تسجيل هدف التعادل، وكرة ملعوبة الآن لجراح العتيجي، جراح العتيجي في جهة اليسار، جراح العرضية مرت، أوه عبرت ما في راية ما في شيء، عبرت الجول وعبرت أيضا المدافعين، وبالتالي هدف لمصلحة نادي الكويت عن طريق روجيريو سجل في الدقيقة أيضا الدقيقة 22 دقيقة 22 شوفي عادة ما فيها تسلل لاعب منتخب رودي، وكرة ملعوبة على طول مرت عبرت على طول حتى روجيريو في الجول وبالتالي خلاص سلام لحكم المباراة، وبالتالي هدف ثاني يأتي في الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الثاني، وعلى ذلك الآن هو كرة ملعوبة الآن الشباب يبحث الآن عن تقليص الفارق في هذا اللقاء، لكن يبدو أن الأمور تصبح أكثر سوءا، وكرة ملعوبة الآن عبد الهادي خميس في انفرادية عبد الهادي خميس، أوه مشكلة هذا اللاعب في النهاية دائما هكذا لعبد الهادي خميس الذي وجد نفسه في مواجهة المرمى بتمريرة من وليد علي يمرر كرة بشكل مثالي للاعب عبد الهادي خميس، لكن هو تهاون يبدو ارتدت من غايم وتفوق حارس المرمى في الثانية إلى أبعد إلى ركنية، كرة ملعوبة أمامية وتصل إلى عبد الهادي خميس، ولكن خروج برافو لحارس المرمى صالح مهدي وكرة تصل الآن إلى وليد علي، كرة معاه بيحاول يعدي لكن جاسم القطان، خطأ على جاسم القطان، هذه محاولة وليد علي حاول إنه يمر، ولكن هنا أيضا تدخل من جاسم طان إلى البناي إلى ماركوس في النص يحاول يرجع، لكن روجيريو يقطعها وتصل إلى لاسانا، وليد علي حاول يفشل في السيطرة على الكرة، لكن الآن الصراع يبدو في نص الملعب، ولكن كرة الآن تصل إلى عبد الله بريتشي تسديدة، كرة بتمر كرة بريتشي بتمر، حاول فيها روجيريو لكن أيضا كانت سريعة على روجيريو وعبرت مرت الكرة الأخيرة، الكرة التي كانت ممكن تهدي نادي الكويت الهدف الثالث إذا 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 لو 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 كانت في لمسة من جانب روجيريو في هذه الكرة، لكن هو بريتشي ما عمل عرضية، هو سددها في يعني استفاد من هذا المجهود ايضا نادي الكويت الحقيقه في الشمال في اليمين تجد ايضا عبد الله بريتشي صاحب المجهود الوافر في هذا اللقاء على مدى شوطي هذا اللقاء في الشق الهجومي بالنسبه لنادي الكويت، لكن في صافره الان لحكم المباراه رودي مع ربما هناك ايضا مع فهد العنيزي في احتكاك في اللقطه الماضيه، لكن سعد الفضلي كان اعطى خطا لمصلحه فهد العنيزي، خطا لنادي الكويت، فهد العنزي هذه عادة للكرة الماضية واضح يعني. مرمى الشباب في آخر 5 دقائق للوقت الأصلي لهذا اللقاء،
بطاقة حمراء. رودي عنده بطاقة صفراء ويتلقى البطاقة الحمراء الآن للبرازيلي رودي. قد يكون ترفض أيضا على حكم المباراة، وحاول أن يتهاجم أيضا هو رودي على حكم المباراة سعد الفضلي، وبالتالي حالة طرد الآن تحصل في هذه المباراة من جانب فريق نادي الشباب. ورودي يغادر أرضية الملعب غير راضي، غير مقتنع من قرار حكم المباراة. إذن حالة طرد في الأوقات المتأخرة من المباراة في دقيقة 41 تقريبا من زمن شوط المباراة الثاني. الراضي يشرح بالبرازيلي لإداري نادي الشباب ما حدث. حقيقة اللاعب البرازيلي رودي إذا 20 هدف في مرمى ولا 12 هدف مع هدفين اليوم، يصبح 28 هدف. وكرة ملعوبة الآن إلى عبد الهادي خميس والتسديدة، لكن أيضا تأخر فيها والتسديدة في النهاية سهلة بيد حارس المرمى صالح من نادي الكويت. لعبها عبد الهادي خميس في جهة اليسار وليد علي، لكن أيضا راية وتسلل على وليد علي في هذه الكرة. هذه اللقطة لحظة تمرير الكرة، وكأنها ما فيها شيء، كأنها ما فيها شيء، لكن أيضا ما نقدر لأن ما هي واضحة وايد. كرة ملعوبة، عبد الرحمن البناي بيلعب لك كرة عرضية، جول الله، عرضية في الوقت بدل ضايع. يسجل ماركوس يسجل لنادي الشباب في الوقت بدل ضايع. يسجل ماركوس يغلص الفارق لتصبح النتيجة 2-1. هذه الكرة العرضية غير مراقب وتسديدة على طول، تصطدم أيضا في يعقوب الطار وبالتالي تدخل في مرمى مصعب الكندري، معلن هدف الأول للشباب اللي يحاول يستفيد من الوقت يأمل أن يأتي بهدف التعادل، ولكن في هذه اللحظات سعد الفضلي ينهي أحداث هذا اللقاء بفوز نادي الكويت بهدفين لهدف نادي الشباب، وبالتالي الشباب يتلقى الهزيمة طبعا هي العاشرة له في هذه البطولة، ويضعف من أماله، وبالتالي الكويت أيضا ينتزع فوزا ربما ثمينا في سباقه على المركز الثاني، الآن أصبح مع نادي العربي، وبالتالي كان الفوز هو الثامن له في هذه البطولة، ويرفع رصيده إلى 29 نقطة، ويعزز موقفه في المركز الثاني هو نادي الكويت. إذن بعد الفاصل تلتقون في زميلي هنا في أرضية الملعب ومراسلنا أيضا الدحاني، وبعد ذلك أيضا تلتقون في الزملاء في الاستوديو التحليلي خالد عتيبي وضيفي الكربين الكابتن مايد الحداد والكابتن أيضا عبد العزيز الهاجري. أما محدثكم بدر الشداد، أتمنى لكم طيب المتابعة دائما عبر الثالثة الرياضية. أما أن ألتقي بكم في مباراة أخرى، لكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.